وعدنا السيد حسن نصر الله بأننا سنقاتل الدواعش أينما كانوا، وها نحن على الدرب سائرون، وبإذن الله من هلأ لساعات الزمدين بتكون ممسوحة. أنا علي مذكرات زراعة المخدرات، تجارة المخدرات، تهم مخدرات كلها سوا. داخليا كنت تعرف أنت من الأمن، يعني أنه دائما أنا مطلوب وملاحق وشيء. بس ناطرين إشارة رمشت عيني من السيد حسن نصر الله لنفرج التكفيريين من نحن. انكم بتصيروا مطلوبين مثل حضرتي. بتقعدوا بالجرتي، كل الاماكن مهيرة وكل الاماكن تمام، خيام، كل شيء فيه. انا مقاوم من وقت اللي خلقت، وبضلني مقاوم وراح ضلني مقاوم.